السلام عليكم البنات. اليوم جيت باقتراح ديال السباغيتي. السباغيتي انا كنديرها بالخضره. كنحتاجوا فيها بصله مشلضه، شويه ديال زيت العود، شويه سكينجبير محكوك، شويه ثومه محكوكه، كنحتاجوا فيها البزار، الملحه، صوص طوماط، شويه البروكولي محكوك، شويه ديال سكواش، القرعه خضراء محكوكه، شويه ديال زعتره يابسه، شويه ديال الكمون، شويه ديال قزبر يابس، وضامه ديال البنه، والكفته. يمكنكم ديروا ليا الكفته ديال اللحم اللي كان موجود في الدار في البيت، يعني يا اما الكفته ديال اللحم، الكفته ديال العدان، اي حاجه متوفره، وبلاش كاع اللحم ولا اي حاجه، غير الخضره ومع مع مع لاصوص كتبان بحال فيها الكفته. يعني صافي، هادشي اللي كنحتاجو. شويه ديال الصوجا وشويه ديال العصير ديال التفاح. نبداو على بركه الله. هنا حطينا البصله والثومه والسكينجبير محكوك يتشحروا، خلوهم حتى يتشحروا، ومن بعد غادي نضيف عليهم الخضره ديالنا. بإمكانكم، أنا ما عنديش، ما لقيتش عندي خيزو، يعني بإمكانكم بأنكم تديروا حتى خيزو محكوك، فلفله مقطعه حمراء خضراء صفراء، يعني اللي كان. سيزا البنات، ما قلتش لكم انا اللي درت شويه ديال كرافس، كنحكهم باش ما كيبانش، كلشي كنحكو، حتى الفلفله ملي كندير الفلفله كنحكها باش ما كتبانش ديك لاصوص. كيف قلت لكم البنات، هذا اللحم راه ماشي ضروري، يعني ممكن غير الخضره بوحدها كافيه. المهم البنات، غادي نبقى نحرك هاد الخضره حتى كطيح، من بعد كنضيف عليها الكفته ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. البنات، هنايا عندي واحد الكميله درت فيها الماء اللي غادي نسلق فيها سباغيتي. المهم انا ديما ملي كندير سباغيتي، الماء اللي كنسلق فيه سباغيتي كندير فيه شويه ديال زيت العود، الثومه شي 4 دراسات ديال الثومه، وشويه ديال الملحه. ضروري الثومه تعطي واحد النسمه زوينه في سباكيتي، يعني ما عرفتش واش نتوما كديروها، ولكن راه كتجي رائعه، كتعطي النسمه سباكيتي زوينه. البنات، هنا ملي طاحت لينا الخضره، يعني صفات بدات كطيب، غنضيفو ليها الكفته. السلام عليكم البنات مره اخرى. هنا هي الخضره ديالي اللي بدات كطيب، غادي نضيفو عليها الكفته. نقصو شويه باش نتسهل، نضيفو عليها الكفته ديالنا. البنات بان الكفته انا ديجا دايره لها القامه، كنضيف عليها شويه ديال الصوجا، ردوا البال البنات الملحه، او العصير ديال التفاح هو
تبقاو على هذه الطريقه ونحركوا الكفته ديالنا كنحسوا بها راها طابت. دابا البنات غنحاول ندير سباغيتي في الماء من بعد ما غلى. انا ما كتعجبنيش سباغيتي تكون طويله، يعني كنقسمها على النص وكل واحد والطريقه ديالو كيمشي. انا كتعجبني تكون بحال هكاك صغيره ماشي كبيره. نرجع ان شاء الله من بعد لي البنات من بعد فاش كتدخل كيتبدل اللون ديال الكفته. غنضيفوا ليها شويه ديال الزعتر حكا هكا بين يدينا يابسه. تبل الازير كتجي غزاله بالازير يكون فريش بالحق الحقيقه. هكا العريشات ديال الازير. وهنايا غنزيدو ضما ديال البنه والخزبر يابس وشويه ديال الكمون. فقيله اول مره ما نعرف. المهم انا كندير الكمون في سباكيتي. جربوها وما غتندموش. كمون وخزبر يابس. نزيدو شويه ديال زيت العود. زيت العود غير شويه في سميتو كيجي زوين. نبقى بحال هكا كنحركو فيها حتى كطيب عاد كنضيفو لها لاصوص. البنات ها هي الطرف ديال الكفته ديالنا مع الخضره. دابا غنوجدو الكبو ديك لاصوص الله يحسن المقص. دغيا كتغلى تولي كطير. زيدو هانتوما البنات ها هي ملي دفنا لاصوص ديال المطيشه غنضيفو هذيك الزعيطره اللي بقات من الفوق. وكنخليها طيب على خاطرها المطيشه حتى هي تاخد حقها من الطياب. ونرجعوا ان شاء الله من بعد. المهم انا عندي واحد الملاحظه، سباغيتي ما خصهاش تطيب حتى تهرى، خصها تكون شويه واقفه شويه تكون واقفه. البنات هنايا ملي وجدت عندنا لاصوص وطابت انا كنضيف ليها شويه ديال فرماج محكوك. كنبقاو نحركو حتى كيدوب صافي. كنسيرفيريو سباكيتي ديالنا. نخليكم حتى نشوفو الطبق النهائي. الفرماج مكيبقاش باين بحال هكا كيدوب. السلام عليكم البنات، ها هو الطبق ديالي النهائي، سباغيتي بالخضره وصوص طوماط. كنتمنى بان تنال الاعجاب ديالكم، راها كتجي رائعه يعني جربوها وما غتندموش. وماشي بالضروري بان دار بالكفته، ممكن دار غير بالخضره بوحدها.
ملي حطيتها درت ليها واحد شويه ديال الاوريغانو يابس وزوقتها بشويه ديال شويه ديال الفرماج غابي و اوريغانو فخي. نتمنى الاعجاب ديالكم. شكرا.